في 2015 65 مليون شخص اضطروا ان هم يتهجروا من بلادهم. الوصول للخدمات الأساسية وانتقالهم لحياة جديدة آمنة هي أولويات لازم تحصل بسرعة، بس اتباكهم وسط مجتمع جديد عليهم هو تحدي مصيري تاني. صبرت سنتين يعني تحت القصف والمشاكل وشيء، تلاجئ عن طريق الحدود غير نظامية، استقبلونا طبعاً الحرس الحدود الأردني وجابونا على مخيم الزعتري. البنك إذا ما يكون عنده جواز سفر أو هيك ممنوع، ما يقدر يطالع حساب البنك أو شيء. بس الحمد لله من يوم يعني طلعنا هذا الحساب أو الزين كاش، هاي المحفظة صارت يعني نفس كأني عندي حساب أنا بالبنك. البودرات اللي عملتها زين هي اللي ادتهم شريان الحياة،